ولاجئ الى السيد محافظ البصره المحترم والى مدير بلديات البصره المحترم والى قائم مقام قضاء القرنه المحترم والى مدير بلديه القرنه المحترم نناشدكم ونرفع اصواتنا اليكم حول التحقيق الاعمى التحقيق بدون اداره وبدون راي وبدون اخذ راي المواطنين ان حي الملتقى يحتوي على 1600 بيت ومنذ 20 سنة الآن كان رأيكم تحولون إلى أرض خضراء وهذا غير منطقي وغير أخلاقي ونحن نناشدكم نحن نحترم القانون ونحترم القضاء بدون مظاهرات ودائما نحن ضد قطع الشوارع لكن باستفزازكم إلى هذه الحالة سوف نعمل ما ترضى فهذا المخطط مرفوض رفضا قاطعا ونحن نناشد في الخصوص السيد المحافظ ان يتركوا هذا الموضوع لان اراضينا تحتوي بطراب رقم 25 وليس مملوكه كما قيل انه البرحة جناسة اراضي الى عشيره الفضل وعشيره بيت صادق وعشيرة السادة وعشيرة بيت زينة وعشيرة بيت كعبور وعشيرة الشاهين وعشيرة بيت جديع وعشيرة آل عزيز وهذه كلها طوابق بأسمائهم وليس لهم مترا واحدا بيت حج ناصر في هذه فنحن ننبهكم وننبهكم مرة ثانية وننبهكم مرة ثالثة على ترك هذا الموضوع انه تكون منطقة سكنية تحتوي على 1600 بيت وهذا التخطيط مما يثير المواطنين ويؤدي إلى قطع الشوارع وإلى المصادمات بين أولئك فنرجو من السيد المحافظ أن يفهم هذا الموضوع وأن يترك هذا الموضوع مع الشكر الجزيل